بتقول للكابتن محمد بركات النهارده؟ بيقول لمحمد البقاوي قدام لله وحده، الراجل ده رباك ورباني وعملك وعملني، واتمنى له ان شاء الله نوركم في الجنه ان شاء الله. تواجدك جنب كابتن محمد بركات، يمكن الناس كلها عارفه كابتن اسلام شادر ان هو صاحب كابتن محمد بركات وكده، فعايزين نعرف اكتر عن العلاقه. لا ده والله محمد صاحبي وصديقي طول عمره معايا واحنا صغيرين، فده حاجه بسيطه جدا بنقدمها له، يعني انا واقف جنبه طول اليوم النهارده، فحاجه بسيطه كان يعني بيربطك بيها علاقه بعيد عن مجال الكوره محمد بركات؟ طبعا الكوره انتهت من زمان، الكوره انا بطلت بقالي سنتين وهو بطل بقاله سنه، في الاخر تظل العلاقات الاخويه يعني.